أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: جاء في بعض الآيات خلود أهل النار في مثل قوله تعالى خالدين فيها أبدا، وجاء أيضا قوله تعالى خالدين فيها إلا ما شاء الله، فكيف نجمع بينها هذه الآيات؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، هذا قالوا إنه في حق من، هذا في أهل الجنة، في حق من عذب في النار ما شاء الله، يعني من تعذيبه في النار بالكبائر التي فعلها. وأما بالنسبة لأهل النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إلا ما شاء ربك، المراد به ما قبل دخولهم، ما قبل دخولهم النار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.